أعتقد لازم تكون البداية بماتش الإسماعيلي ورؤيتك لهذا اللقاء وفكرة أن كولر دفع بيه كريم فؤاد كوينج ودفع بشادي وإلى حد كبير الحقيقة هذا الأمر أتى ثماره والهدف إتسجل مع نهاية اللقاء شايف أنه كمان الماتش النهاردة هيبتدي من حيث انتهى فيما يتعلق بالتغييرات ولا هيكون الوضع مختلف بس يا كريم عايزين بس نقول أني صفقه كويسه جدا ان كولر يبقى مدرب النادي الاهلي لان ده اسم كبير كان بيلعب في المانيا طبعا انا كنت هناك وهو كان بيلعب ساعتها منظم جدا وانا شايف ان المدرسه اللي هي الالمانيه السويسريه او النمساويه دي مدرسه منظمه جدا وبتعتمد دائما على ال يعني لازم تكون منضبط جدا مم. وده اللي انا شايفه مع المدرب ده عكس البرتغاليه او افضل من البرتغاليه افضل من البرتغاليه لان مم. طبعا دي اعلى 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 مدارس واعلى مم. بلاد في اوروبا اللي هي الـ الـ ومشهوره بالانضباط أصلاً. بالانضباط جدا طبعاً. وانا بحب الكوره او الرياضه لازم يكون فيها انضباط مم. انضباط مع آه، آه، لعيبه كويسه هتؤدي حت... حت... الى نتائج كويسه مم. وانا شايف ان المدرسه دي ممتازه جدا قبلها آه، كان فايلر طبعا وقبلها كان زمان او فايسا من اشهر المدربين جت النادي الاهلي ومن احسن المدربين جت مصر تقريبا فانا شايف ان المدرسه دي آه يعني ماشيه معانا يعني ماشيه جدا مع النادي الاهلي مم. وانا شايف ان يا ريت تبقى دي موجوده دايما في النادي الاهلي لان انضباط موجود جدا انت بتلعب مع لعيبه كبار لعيبه اسامي كبيره جدا مم. فلازم يبقى منضبطين جدا عشان يأدوا الاداء اللي انت محتاجه والجماهير محتاجاه فده مهم جدا واحنا شفناه طبعا مع بدايه الموسم وبدايه مباراه البطوله الافريقيه المينستيري ان النادي الاهلي لعب مباراتين هنا وهناك كويسه جدا آه مع الفارق طبعا ان النادي الاهلي والمينستيري طبعا انما أداء النادي الأهلي يطمئن إن في بداية كويسة جدا وإن شاء الله تستمر وابتدت مع مباراة الإسماعيلي كمان مباراة كانت كويسة جدا النادي الأهلي أدى فيها مباراة رائعة جدا والنادي الإسماعيلي برضه مش عايزين ننسى إن هو برضه أدى مباراة رائعة جدا إنما الأحسن والأفضل كان إن هو النادي الأهلي إن هو يعني كسب المباراة وده المهم جدا في الموضوع الموضوع الثاني الراجل كولر ليه رؤية الرؤية دي لازم احنا يعني نسندوا فيها ان مثلا نجيب مثلا لاعب مثلا كان بيلعب مثلا باك ليفت او يحطه مثلا هاف ليفت دي رؤيه هو هو اللي يشوفها يعني زمان اول لما كنا بنلعب زمان كان ابراهيم حسن اخو حسام حسن كان بيلعب راس حربه جم شافوه كابتن عادل طايمة شافه قال لك لا ده يلعب باك رايت لعب باك رايت من احسن باكات رايت في مصر وافريقيا فاحنا عايزين نخلي الرؤيه دي للمدرب واحنا نساند والجماهير تساند على اساس هو برضه عايز مصلحه النادي الاهلي ومصلحته هو شخصيا. طبيعي هو سوبر الجماهير مسانده بشكل كبير جدا, جداً بصراحه جداً. وكولر برضه نال اعجاب واستحسان جماهير النادي الاهلي من اول ما جه بصراحه يعني. حقيقه دي. لان هو دخل بانضباط بشكل كبير جدا ان يعني هو جاي وفاهم هو رايح فين؟ أوه. النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطل افريقيا، احسن نادي في الشرق الاوسط، فهو داخل في الحته ديت فهو يعني ابتدى يعني يمشي على الخط الخط المظبوط بالنسبه للنادي الاهلي وده اللي انا شايفه ان شاء الله هيبقى فيه احسن كتير جدا وبدايه طبعا مع ماتس السوبر اللي جاي ان شاء الله يعني